هل تعتقد أن الوحدات قادر على المنافسة في الدوري في ظل الأسماء الموجودة؟ حتى وإن كان تعاقدات لنادي الوحدات، هل سوف يكون اللاعبين بالمستوى المطلوب؟ صوتنا بيجيب بطولات، وين البطولات؟ أو أي واحد فيكم مشجع وحداتي ما بيحكي عن الوحدات، لعب الوحداتي. فريق بدون جمهور ما في بطولات. إنه الدكة صارت عندنا مستشفى ما حدش بيرد علي. هذا البرنامج برعاية شركة الفردوس لصناعة مواد التجميل. طول ما هو رئيس النادي بشار أمرنا ما بنجيب بطولة. جبت العوضات. يكون في صبر على الفريق. جبت العوضات. سبحان الله عند هاي المباراة صاب العوضات. طب جايك جاهز، هو جايك كان يلعب. كان يلعب معناته مشاكله مع المدرب، مشاكله مع المدرب. مش مشاكل مع المدرب الزلمه، اجا متجهز عمي. يا عمي دقيقه، حكى لك كلمه. العوضات قال لك خلافي بين المدرب، نقاش ونحل وعدم جاهزيته. لا عدم جاهزيته، هو جاهز. اللاعب جاهز. دخله على الدقيقه 70. لاعب بتجيبه بدك تقعده. يعني انس العوضات لو قادر يدخل كان دخل. لو طب خلينا نصبر على الوحدات الفتره هاي. ننظر نصبر؟ لا، ما هو ما بصير. ضغط الجمهور مش كويس في الفتره هاي. لازم الجمهور يوقف مع نادي الوحدات. احنا واقفين مع الفريق. احنا لو بسم الله الرحمن الرحيم. انت الله يعطيك العافيه. فريق بدون جمهور ما في بطولات. وين الجمهور؟ بس الله يعطيك العافيه. انا بقول لك وين الجمهور؟ لما يكون في لعيبه تستحق تلبس كرار الشعار الوحدات تلاقي جمهور. اما زي لعيبه زي هاي، بس تصريح بشار وحامدي محلوله اليوم ينزل لك، مش محلوله، منتهيه. ونهانا بشار حامدي. يعني ما يعني لازم يكون في صبر للفريق. هسه اكيد في صبر. كم من مباراه من اول مباراه حرك حالك. كم من مباراه صبرنا؟ اي مباراه يا شدر الدرع الخامسه، صح؟ خمس مباريات صبرنا. لما احكي انه الدكه صارت عندنا مستشفى ما حدش بيرد علي. بس انا هاي كلمه اسالك بالله لا تقصها. قدر الله وما شاء فعل. اول شيء الوحدات تعرف هاي بطولة تحضيرية لحد هاي اللحظة. الفريق مش مكتمل بإذن الله. الوحدات قادرة على المنافسة، فريق بطولات وفريق عريق بإذن الله. لحد أن الفريق مش مكتمل لحد هاي اللحظة، يعني ما بنقدر إنه نحكم على الفريق. وعندك أكثر من 6 لاعبين لحد الآن مش موجودين مع الفريق وغير المحترفين. بنرجع بنحكي بتوفيق للوحدات. بالنسبة للوحدات القادم أفضل كتعاقدات كأسماء. من سنة 56 القادم افضل باذن الله. الوحدات قادر، الوحدات بجمهوره، بس جمهوره قادر نجيب بطولات. صوتنا بيجيب بطولات. وبالتوفيق للوحدات. كمشجع وحداتي او اي واحد فيكم مشجع وحداتي ما بيحكي عن الوحدات، لعب الوحداتي. الله يعطيكم الف عافيه الجميع، ويعطيكم الف عافيه. دقيقه يا اخوان، انتم جمهور وحدات. سواء الوحدات خسر، سواء الوحدات تعادل، بدكم تضلكم غصب عنكم معه. معاه، احنا معاه. هاي واحدة. اثنين، البطولة ضاعت، بعوض الله. بعوض الله. اسمع، أنا ما بقول لك. بطولة تحضيرية. بطولة تحضيرية. تحضيرية بالنسبة. مش مشكلة، الوحدات هسا حالياً قاعد برتب أموره، برلملم أوراقه وبشوف. تمام؟ مدرب عدم مؤاخذة سوية عالية، مش واحد ولا اثنين، اسمع، مش مدرب وطني. عرفت كيف؟ هاي شغله. والشغله الثانيه، احنا كلياتنا هون اخوان يا اخوان، عادي. بشار الحوامدي، احنا بنرد نحكي لك مره ثانيه، تمام؟ عيد حساباتك. نعم. عيد حساباتك. نعم. مش لمتى. ما فيش لمتى. هذا اسمع معلم 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 يا اخوي يا حبيبي، الله يرضى عليك. هذا نادي مش لشخص ولا لشخصين ولا لثلاث. هذا الوحدات، تمام؟ لو اجى بشار الحوامدي، لو يوسف المختار، لو اجى طارق خوري، عرفت كيف؟ عدم مؤاخذه. اذا انا ابن اسمع، انا ابن الوحدات واجيت عشانه، تمام؟ لو ايش اجي يا سمي؟ طيب معناته انت بدك تصفي واقف معه بالخساره قبل الفوز. طيب يا عمي، ليش يضل رئيس نادي؟ ليش يضل رئيس بالنهاية نادي؟ الانتقاد بالنسبه للدكتور بشار الحوامدي مطلوب بالفتره هاي لاعاده الحسابات. صلي على النبي، انا بحكي لك اياها، وانا محمد شاهين ومسؤول عن كلامي، تمام؟ بشار الحوامدي افضل رئيس نادي لحد الان قاعد بيشتغل على الوحدات. اذا يا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت اراء جمهور الوحدات وغضب من بعض الجماهير على الاداره. نتمنى للوحدات التوفيق في قادم المواعيد. محمد انور الشواب من خارج ملعب استاد الامير محمد الزرقاء.